السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي وحشتوني جدا، وعشان كده النهاردة هنعمل الفيديو بتاعنا سهل جدا وبسيط وسريع كمان. الوحدة النهاردة سهلة جدا وبسيطة جدا، وممكن تشكليها لكل مبتدئين بطريقة سهلة جدا. ممكن تعملي منها بلوزة، بطانية، مفرش، زي ما انت عايزة. موضوع متاح جدا وسهل جدا وبسيط. يلا بينا مع بعض نبتدي فيديو النهاردة ونتعلم فكرة جديدة مع بعض. هنبدأ أول حاجة بالدايرة، وبنعمل بالشكل ده، وبنطلع بالخيط. باخد أول غرزة واطلع بيها أثبت بيها الدايرة، وبعدين بطلع 1 2 3، بدخل في الفراغ بتاع الدايرة وبعمل عمود بلفة عدد حوالي 16، مش حوالي، هو عدد 16 عمود. تمام، بخلص انا 16 عمود بلفة، وهرجع لكم تاني. انا عملت عدد 16 غرزة عمود بلفة، وبعدين جيت في الغرزة التالتة هنا في السلسلة وعملت منزلقة، وبطلع بعدد غرز 1 2 3. باخد الخيط وبدخل في الغرزة اللي وراها وبعمل عمود، وكمان عمود في اللي وراها كده 3، واللي وراها كمان كده 4، وبعدين بعد 1 2 3 4 باخد الخيط وبدخل في الغرزة اللي وراها بعمل عمود، واللي وراها كمان عمود 2 كده 3 4، بعدين 1 2 3 4، باخد الخيط والغرزة اللي وراها في كل عمود عمود 1 2 3 4، بعد 4 غرز 1 2 3 4، باخد الخيط وبدخل بعمل 4 1 2 3 4، ادي 1 2 3 4، وباخد 1 2 3 4، وباخد في اول غرزة هنا في اخر 3 سلاسل السلاسل الاخرانية بعمل منزلق كده. عملت الاربع اضلاع بطول. تمام، اهي بالشكل ده. الخطوة التانية بطلع 1 2 3 4 5، باخد الخيط وبدخل في الفراغ هنا ال4 سلاسل وبعمل 4 عمود لفة 2 3 4، 4 سلاسل 1 2 3 4، وفي نفس المكان وفي الركن بعمل 4 تاني 2 3 4، 2 سلسلة، وباجي هنا برضو في الركن التاني وبعمل 4، 1 2 3 4، و4 سلاسل 2 3 4، في نفس المكان بعمل 4 التانيين 2 3 4، 2 سلسلة، باجي ادخل في الركن كمان اللي وراه بعمل 4 3 4، و4 سلاسل، وفي نفس المكان بعمل 4 تاني 1 2 3 4، 2 سلسلة، باجي في الركن هنا الأخراني هنا بعمل
واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة سلاسل. باجي هنا بعمل واحد اتنين تلاتة، وواحد اتنين في التالتة هنا بعمل مزيقة بالشكل ده، وأدي الوحدة المربعة. دي الخطوة بتاعتي التانية بتاعة الشغل بتاعي بالشكل ده، تمام. ادي وحدة المربع بتاعتي، الخطوة بتاعتها دي. ابدأ اعمل السطر الجديد، بطلع هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وباخد الخيط وبطلع في اول عمود بشتغل فيه عمود بلفة، وبعدين اتنين سلسلة، بدخل في الركن هنا وبعمل الأربعة بتوع، اتنين تلاتة أربعة، بعدين أربع سلاسل، اتنين تلاتة أربعة، باخد الخيط وبنفس المكان بعمل أربعة تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعدين اتنين سلسلة، وباجي في آخر هنا واحدة بالشكل ده وبعمل عمود واتنين سلسلة، وفي أول واحدة برضو هنا بعمل عمود بالشكل ده، تمام. أو بالضلعين دول برضو أهو أنا عملته. وبعدين باخد اتنين سلسلة، واحد اتنين، وباجي في الركن هنا وبعمل أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، أخد الخيط وبدخل أعمل أربعة تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، وباخد الخيط وباجي في أول آخر عمود هنا بعمل عمود واتنين سلسلة، وأول عمود هنا بعمل عمود واتنين سلسلة، في الركن هنا بعمل أربعة، اتنين تلاتة أربعة، وأربع سلاسل أربعة في نفس المكان بعمل الأربعة التانية، تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، وبعمل عمود هنا اتنين سلسلة وعمود الناحية التانية، اتنين سلسلة، وفي الركن دوت بعمل أربعة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وفي نفس المكان بعمل أربعة تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، وباجي هنا واحد اتنين في التالتة هنا بعمل غرزة منزلق كده. أنا خلصت الوحدة تحتي أهي المربعة، تمام. أهي زي ما انتوا شايفين أهي الوحدة بتاعتي، ولما بحب كمان أعمل نص وحدة هوريكوا دلوقتي هعمل النص وحدة ازاي.